فيديو النهاردة بإذن الله هنستكمل المايند مابس اللي بدأتها في الكارديو فاسكولار سيستم. النهاردة هنشرح الإي سي جي. الإي سي جي طبعا برانش مهم جدا في الكارديو فاسكولار سيستم، فعايزين نركز مع بعض. جمعته في 14 سلايد بإذن الله يكون سهل بالنسبة لكم. بداية الإي سي جي هو الأينت هوفن تريانجل، العالم الألماني الشهير اللي قلب الموازين بفكرة رسم القلب. فأنا بينت لكم الموضوع في ثلاث رسومات بأسهم جنب بعض علشان نفهم تتابع الفكرة اللي على أساسها حط شروط وقوانين لرسم القلب. البداية عندنا ده الهارت، طبعا الدايرة هو الاس اي نود البيس ميكر. الكهرباء بدأت من الاس اي نود الى الاي في نود الى اي في باندل، شغلت الرايت واللفت فانتركل، بقوا دي بولاريزد في وقت واحد، لكن الوول اوف ذا لفت فانتركل اطخن من الرايت ثلاث مرات، فانتهت الكهرباء عند الوول او البيز اوف اللفت فنتركل باسترو بيزل بارت. فايند هوفن قال لنا البدايه هو البيس ميكر الدايره، والنهايه باسترو بيزل بارت اوف ذا ليفت فنتركل، يعني الاكسس او اتجاه الكهرباء داونورد اند تو ذا ليفت، دي البدايه بتاعتنا. فقال انا عايز الوصلات اللي انا هعملها تبقى معظمها شمال. قلنا له يعني ايه اينتهوفن؟ قال انا هعمل مثلث كلنا عارفينه اينتهوفن تريانجل. هتخيل ان الهارت موجود في السنتر على ابعاد متساويه من ثلاث نقاط، كل نقطه انا هحط عليها الكترود، مشبك هحطه في النقطه A وفي النقطه B والنقطه C، وكل مشبك خارج منه سلك متصل به الجهاز، هسميها الكترود. قلنا له طب البدايه ايه؟ قال المسافه من الرايت شولدر للهارت هي هي المسافه من الكتف الشمال للقلب، هي هي المسافه من السيمفيزس بيوبس الى السنتر اوف ذا هارت اللي هو عظم العانه او البون اللي ما بين متوصله ما بين البلفيك بونز. قلنا له ماشي، دول الثلاث نقط بتوعنا اناتوميكال متساويين، ولكن في مشكله كبيره، مش كل الناس هتوافق انها تقلع هدومها يتحط الالكترود على السيمفيزس بيوبس، محرجه يا اينتهوفن. فكانت الفكره معرضه للفشل من البدايه، لكن اينتهوفن بما انه فاهم فيزيكس قال انا هطور في الفكره حاجه بسيطه. قلنا له بس قبل ما تطور خلي بالك ما ينفعش تغير في نقطه واحده، يعني ما ينفعش تقول لي هغير في السيمفيزس بيوبس بس، هتغير غير في الثلاثه. قال ماشي. قلنا له ازاي؟ قال المشبك اللي محطوط على الكتف اليمين مش هو ليه سلكه بامتداده؟ قلنا له اه. قال طيب انا لو قست الكهرباء على طول هذا السلك هتساوي قياسه في البدايه، يعني هقيسه في نصه في اخره ماشي. فبدل ما اقول الكتف اليمين رايت شولدر اللي هو النقطه ايه، انا هستبدلها بالرايت ريست المعصم الايمن، وهو ده اللي موجود دلوقتي. لو رحت تقيس رسم القلب ما يحطلكش الكترود على الرايت شولدر، يحطه على الريست اليمين. طب والليفت شولدر؟ طب ما هو في سلكه ممتده منه رايحه للليفت ريست، فبيه تبقى الليفت ريست. قلنا ماشي، امتداد السلك. طب وتعمل ايه في السيمفيزس بيوبس؟ السلكه قد تمتد لرجلك اليمين او رجلك الشمال، ما هو هتنزل على الارض هنعمل ايه؟ قال بصوا بقى تعالوا نحكم البداية بتاعتي access downward and to the left. قال خلاص
يبقى لازم الالكترود يبقى عند الليفت فوت، يبقى سي هو الليفت فوت عندنا، ما اخترناش رايت فوت. ليه؟ انا عايز الاكسس او معظم وصلاتي تبقى شمال، ده رايت ريست، ده ليفت ريست، ده ليفت فوت، يبقى نقطتين من المثلث ليفت. طب يا دكتور ايه فايده الرايت فوت؟ بيحط الكترود والمشبك عند رجل اليمين، حاجه اسمها ايرسينج. يعني ايه؟ انت لو عندك تلاجه انت مش عايز يبقى في ضغط عالي عليها تفرقع منك، فلازم في سلكه خارجه توصيل ارضي تسرب الشحنات الزياده من التلاجه للارض. طب ما هو جهاز رسم القلب عايز اسرب الشحنات الزياده منه، ودي فكره الايرسنج. عشان كده هو ده الفاينل اينتهوفن تريانجل. بصوا بقى، جيت عند كل حاجه، وده الشرح اللي انا عملته، ده اساس فكره رسم القلب، وهنا ازاي نسجل الكهرباء من ثلاث نقط ثم تم تغيير الثلاث نقط. الكلام ده ليه هو الاساس؟ لان في طلبه تقرا الموضوع وما تفهموش، يقول لك الهارت at equilateral distance between right arm left arm left foot. ازاي يا دكتور منطقيا الكلام ده ينفع؟ نقول لهم لازم نرجع لبدايات التفكير. طب نيجي بقى لفكرة اينتهوفن، قال انا هسجل رسم القلب 12 صورة. ازاي؟ دايما في الطب في حاجة اسمها التاريخ الطبي، الحاجة اللي وصلت للشكل النهائي مرت بمراحل. يعني اينتهوفن قال انا في الاول عايز اسجل رسم القلب اللي خارج من الهارت كبوتنشال ديفرنس بين مكانين. قلنا له يعني ايه؟ بصوا معايا، لو نرجع للمثلث ده، ده ليد 1، يعني ليد هو الديستنس بتوين تو الكترودز، الهارت موجود هنا في النص. طب ما الهارت ده بيطلع شحنات كهربية هتتسجل عند الرايت ارم وتتسجل عند الليفت ارم. قال لك انا عايز اقيس البوتنشال ديفرنس، وده هقيسه بجهاز الجالفانومتر الحساس. وقال لك ده اسمه ليد. قلنا له طب احنا هنسجل رسمتين؟ قال لا، احنا هنسجل محصلة الفرق ما بين المكانين، رسمة واحدة، ده في ليد 1. وهنا برضو عندي ليد ما بين A و C، وهنا برضو عندي ليد. قلنا له طيب يعني معنى هذا الكلام ان انت هتسجل ثلاث رسومات؟ قال اه انا هسجل ثلاث رسومات. ليد 1 هو الفرق بين رايت ارم وليفت ارم. اينتهوفن حط الرموز العالمية، قال لك في ده فولتج، فولتج ات ذا رايت. على فكرة الراجل ده ألماني، بس هو قال أنا مش هحط المصطلحات باللغة الألمانية، هنحطه بلغة إنجليزية كله يعرفها، R و L معروفة جدا. طب سؤال بقى، نرجع للرسمة تاني، طب هو قصدك إن الكهرباء هتمشي فروم A تو B؟ طب ليه يا دكتور اقنعني؟ اقنعك. الهارت موجود في السنتر ومايل سنه شمال، تقول لي اه، يعني تخيل هنا في الاس اي نود. طب ما الاس اي نود الشحنات اللي هتطلع منها هتبقى ريفلكتد على السكن اللي محطوط عليها الكترود. اه يعني انت بتسجل الكهرباء بالريفلكشن، وده مهم جدا. الاقرب هنا، طب انا هسجل الكهرباء، يعني ايه؟ تقدر تعتبرها هو انعكاس للكهرباء اللي جايه من الاس اي نود. طب ما دام انا البيس ميكر، فالكهرباء هتمشي من عندي فروم اي تو بي، ده الاساس، او فروم اي تو سي. خلي بالك من الكلام ده مهم. طب نرجع بقى، طب الاي ده مش الرايت ارم وبي الليفت ارم، يعني مين اللي بدأ الرايت ارم وانتهت عند الليفت ارم؟ يعني اللي ليه فولتج اعلى هو اللي عند الرايت ارم. قال لك طب تعالى بقى نقول
يبقى VR minus VL، الأول الأعلى minus اللي هيروح له الكهرباء. طب تعالى على ليد 2، فين ليد 2؟ اهي A to C، ده ليد 2. حطيت الكترود عند الرايت ارم والكترود عند الليفت فوت واتجاه الكهرباء ماشي كده، يبقى في ار ماينس في اف. وتعالى بقى نقول النقطه الجميله اللي عملها اينتهوفن. اينتهوفن لما سالناه ليفت ارم رمزه ايه؟ ال ال، اول حرف في كلمه ليفت. قلنا له طيب وليفت فوت تحط له رمز ايه؟ ما ينفعش تحط اتنين سيمبلز زي بعض، يعني ما ينفعش اقول لك ال1 وال2، لا الناس هتتلخبط. فاينتهوفن فكر ليفت فوت احطه من باول حرف من كلمه فوت، يبقى في اف، اتفقنا في فولتج. طب تعالى على ليد 3، في ليد 3 هو الوصله من بي الى سي. طب تمشي الكهرباء ازاي؟ تمشي فروم بي تو سي. فطالب قال لي طب ليه؟ اقول له لان الاكسس باس داون اند تو ذا ليفت، يعني هتمشي من الفي ال الى الفي اف، يبقى الاعلى في ال والاقل هو الفي اف، يبقى في ال ماينس في اف. اينتهوفن قال انا بالفكره دي انا هحط ثلاث رسومات، رسمه لكل ليد. طبعا مستنين الرسمه هتتسجل ازاي؟ هنقولها دلوقتي. جه بعد كده اينتهوفن لما جم سالوه قالوا له اينتهوفن انت بتبعد قوي عن المضمون، انت بتقول لي تسجيل الهارت وكهربته بصفه عامه. قال لهم امال انتوا عايزين ايه؟ احنا عاوزين كهربه الرايت فينتركل اسجلها بوضوح ازاي، وكهربه السبتم وكهربه الليفت فينتركل، انا عايز وضوح. عارف بالظبط زي ما تروح تتصور في استوديو، في صوره من بعيد وفي صوره من قريب بتجيب تفاصيل ملامح الوجه. اينتهوفن عمل الفكره دي، الراجل ده كان فاهم اناتومي كمان. قال انا هحط الكترود واصله، بس المره دي بقى مش زي المشبك اللي على الايد اللي على المعصم، لا قال انا هحط الكترود شبه البالونه المكبس، عارف بالونه عاديه اكبسها واحطها على انتر كوستال سبيس. قلنا له طيب وهتثبت ازاي؟ قال لا انا هحط جل على صدر المريض، جل، والجل ده هحطه واجيب الالكترود المكبس ده واجي احطه على الجل فيثبت، ثم خارج منه سلكه متصله بالجهاز. قلنا له طيب معنى الكلام ده ان انت فاهم سيرفس اناتومي؟ قال لي اه. انا هحط اول الكترود على الفورس رايت انتركوستال سبيس، فورس رايت، وفي فيديو هنا في القناه شرحته على الهارد ساوندز ازاي اقدر اعد المسافات، ده مهم جدا. طب حطيت الالكترود الاول، طب احنا متعودين يا اينتهوفن بنسجل بوتنشال ديفرنس بين مكانين. اينتهوفن قال بصوا على العنوان يوني بولر ليد، يعني يوني بولر انا هسجل الكهرباء في نقطة واحدة. فبتوع الفيزيكس اعترضوا قالوا ما ينفعش، يعني في نقطة واحدة لازم بالمقارنة بمكان اخر. قال طيب انا هخلي المكان الاخر اللي انا هسجل بالنسبة له يساوي صفر. يعني يساوي صفر اينتهوفن؟ يعني مكان ملوش اي فولت، كأن وجوده زي عدمه، بس عشان ما زعلش بتوع الفيزيكس. قلنا له بس احنا عندنا سؤال، ازاي تجيب مكان في جسمنا الكهرباء تساوي صفر؟ اينتهوفن كان فاهم حاجة اخدتها في المدرسة في تانية ثانوي، اللي مذاكر تانية ثانوي كويس هقولها له دلوقتي يقول لي اه يا دكتور رجعتنا الايام زمان. كيرشوف سكند لو، قانون كيرشوف للدوائر الكهربية المغلقة. ارجع معايا للي أنا عايز أقوله، فاكر المثلث ده؟ تقول لي آه. From A to B، فاينتهوفن قال لك
تخيل ان الكهرباء بتمشي في دايره مغلقه كلوزد سيركت، مشيت من ايه الى بي، ومن بي الى سي، ومن سي الى ايه. قلنا له طب وانت هتمشيهم ازاي في دايره مغلقه؟ قال انا هوصل التلاته بكومن تيرمينال، زي المشترك اللي موجود عندنا في البيت، المشترك اللي داخل فيه كذا سلك. انا هعمل كده اهو، ده المشترك مكان صباعي، وصل لي ايه ببي بسي في كومن تيرمينال، كانها دايره كهربيه مغلقه. طب اللي بيشوف الفيديو دلوقتي عنده سؤال منطقي جدا، طب وازاي برضو يبقوا صفر؟ هقول لك بشكل بسيط، الكهرباء بدات من ايه الى بي، يعني بدات من ايه تبقى دي بولارايز، يبقى انها نيجاتيف. طب الكهرباء ثابت ايه ورايحه لبي، يرجع ايه الى الريستنج ممبرين بتاعه، يبقى بوزيتيف. بوزيتيف ونيجاتيف هنا، طب وبي كان بوزيتيف لانه في الريستنج، وصلت له الكهرباء بقى دي بولارايز بقى نيجاتيف، فانا عندي نيجاتيف وبوزيتيف. وسي نفس الفكره. دكتور انت عايز توضح ايه؟ ان انا لو جمعت الفولت في كل نقطه، سالب موجب موجب سالب يساوي صفر، يساوي صفر. الكلام ده في غايه الخطور. يعني اقول لك مثلا ايه، في ار ماينس الفي ال، وبعد كده الفي ال هيبقى ماينس الفي اف. لو انت جمعت الفي ال اللي كان ماينس في الاول وبعد كده بقى بلس، ماينس زائد بلس يبقى يلغوا بعض، يكنسلوا بعض. طب وهنا السي ده كان ايه؟ ما هو ده الفي اف، فده عندي في ال ماينس الفي اف، بعد كده في اف ماينس الفي ار، يعني الفي ار كانت موجب بقت سالب، والفي ال كان سالب بقى موجب، وهكذا. تعال نجمع الثلاثه دول مع بعض في دايره مغلقه يساوي صفر. بس احنا اعترضنا يا اينتهوفن، صفر ده ماثيماتيكال، ده بورقه وقلم، ولكن عايز تقول لي طبيعي ان في نقطه عندي تساوي صفر؟ لا يمكن، لا يمكن في نقطه ميته، كل نقطه واصل لها اكشن بوتنشال. يا اينتهوفن ايه الكلام ده اللي انت بتقوله؟ فقال لنا انا هخلي الخيال حقيقه. ازاي؟ الثلاث نقط دول قبل ما اوصلهم بمشترك بكومن تيرمينال هخليهم يمروا على مقاومه عاليه جدا، هاي ريزيستنس، 5000 اوم، مقاومه عاليه قوي. وكلنا عارفين من المدرسه ان ايه اللي يضعف الكهرباء؟ انها تقابل ريزيستنس عاليه. وبذلك نجح اينتهوفن ان يخلي النقطه تساوي صفر. يعني اذا انت عايز تقول لي ان الفي 1 الوصله دي وصلها بالجهاز في مقابل ان وصل الثلاث نقط بتاعه الاينتهوفن تريانجل بمشترك في مواجهه الصفر، والفي 2 كان على الفورس ليفت انتركوستال سبيس، تقول انا معاك برضو في مواجهه ثلاث نقط الاينتهوفن تريانجل اللي بيساووا صفر، ما انا بخليهم في مشترك واحد. في 1 وفي 2 هم افضل مكان هشوف فيهم الرايت فينتريكل. عايز تصور الرايت فينتريكل كويس كاناتومي، حط الالكترودز في الاماكن دي، في 1 وفي 2. في 3 ما بين في 2 وفي 4. طيب وفي 4 و5 و6 كلهم فيفث ليفت انتركوستال سبيس. طب ايه الفرق بينهم؟ في 4 بيبقى عند الميد كلافيكولار لاين، كانه بيعدي عليه الخط الوهمي ده. طب وفي 5 عند الانتيريور اكزيلاري لاين، كلهم على فكره في الفيفث ليفت انتركوستال سبيس، وتلاقي ان السبيس ده لافف معايا لورا، الكلام ده مهم. وفي 6 ميد اكزيلاري لاين. نرجع للكلام اللي قلناه، في 3 وفي 4 الاثنين دول يسجلوا كهربه السبتم،
خمسة وستة left ventricle. عشان كده الدكتور الشاطر دايما بيبص على حاجة معينة في الاي سي جي، ممكن ما يشوفش رسم القلب كله، لا انا شاكك ان في مشكلة في الرايت فنتركل، ابص على في 1 وفي 2 بالاخص. طب ليفت فنتركل خمسة وستة. عايزك تلاحظ عبقرية اينتهوفن. اينتهوفن قال معظم الوصلات شمال، فاكر اللي على اساسه بنى فكرة الاينتهوفن تريانجل. اللي تشيستي ليدز برضو فيها نفس الفكرة، هي تلاقي من في 2 الى في 6 احنا كلنا ليفت، كلنا شمال، وفي 1 بس هو اللي رايت. دي الفكرة الاساسية. طيب كده عمل كام رسمة؟ 6. في 1 لفي 6 6 رسومات، زائد 3 باي بولر، انت عملت 9 رسومات والباقي 3 رسومات يا اينتهوفن. فجي اينتهوفن قال لنا انا عايز اكبر الرسمة. قلنا له طيب تكبرها ازاي؟ يعني ايه فكرة التكبير؟ بص ادي اللي انا عايز اقوله اهو، وصلنا الثلاث نقط، ادي المشترك، وسميت المشترك الان ديفرنت، مش فارقه معانا نسجله زيرو، وخليته يعدي على هاي ريزيستنس. بص معايا اهي، هاي ريزيستنس اهي، وصلته بمين؟ بالجالفانومتر. طب والمكان اللي عايز اسجل عنده يعني اسمه اكسبلورينج، هو المكان اللي انا عاوز اكتشف عنده الكهرباء، هو ده الاكسبلورينج بالنسبة لنا، ووصلناه بالجالفانومتر، ده اللي هسجل عنده في مواجهة الزيرو. بص وكتبت لك ايه؟ كتبتها لك يونيبولر، معناها هسجل الكهرباء عند نقطة واحدة اكسبلورينج، اما النقطة الاخرى ان ديفرنت تساوي صفر. وحتى اللي انا شرحته بينته لك اهو، ار ماينس ال، وبعد كده ال ماينس اف، وبعد كده اف ماينس ار. طب تعال نجمع، ده كل نقطة كانت بوزيتيف نيجاتيف يلغوا بعض يساوي صفر. طبعا مفيش نقطة في جسمنا الكهرباء عندها تساوي صفر. طيب تعال بقى نتكلم على الكلام المهم، انا عايز اكبر الرسمة. قبل ما اجي اقول لك اكبرها ازاي، عايز اقول لك حاجة مهمة جدا، تعبيرات الوش وملامحه واي ديفو او خطأ فيه يبان بالتكبير، ده مهم جدا. لما تروح عند اي مصوراتي يسألك عايز الصورة مقاسها كام، 4 في 6 ولا عايزها اكبر ولا عايزها بورتري. هنا اينتهوفن قال انا عايز اكبر رسم القلب عشان يبان الرسمة قدامي بوضوح اكبر، فقال انا هعمل اوجمنتد يونيبولر ليد. كلمة اوجمنت اكبر الرسم، هيكبرها 50% زيادة عن الطبيعي، ودي اثبتها في فيديوهات موجودة في القناة، فيديو الاي سي جي بارت 2 اثبت الكلام ده بواقع ماثيماتيكال، ازاي كبرها. يعني اوجمنتد يونيبولر ليد في رايت ار، هقول لك الفكرة، اينتهوفن عايز يكبر رسم القلب اللي متسجل من الرايت ارم، مش في ال بس، اوجمنتد اول حرف منه ايه، فعمل ايه؟ خد سلكه من الرايت ارم دخلها في الجهاز، قلنا له ماشي، في مواجهه ايه؟ قال في مواجهه النقطتين التانيين بتوع الاينتهوفن ترينجل. يعني ما تقوليش هندخل الثلاث نقط ونوصلهم بمشترك ومقاومه عاليه، ده بقى زيرو يبقى يوني بولر ليد، ما ينفعش. قال لك لا، انا هاخد النقطتين التانيين ونقول افريج. واثبات الكلام ده فيديو اي سي جي بارت 2 في القناه، تقدر تشوف عملناها ازاي. وصل في النهايه الى ايه؟ ان الرسمه اللي هتتسجل تبقى مره ونص مكبره قد الرسمه اللي عند الفولتج رايت ار، مرة ونص. فكتب الفسيولوجي
قالت ايه؟ قالت لا، الرسمه هتبقى اوجمنتد 50% زياده عن الطبيعي. فالطلبه استغربت، ليه 50% زياده؟ ما كانوا يقولوا 150% زياده. اقول لك لا، ال 100% هو النورمال، هو الطبيعي. لما تيجي تكتب على الوورد انت بتيجي تكتب 100% زوم العادي، لا انت عامل زوم قوي او زوم اقل، عايز تكبر الزوم، سيمبل حطيته، حاجه صغيره سبسكريبت حطيتها عايز تتاكد، انت بتزود الزوم عن العادي. يعني المره ونص، المره دي 100%، النص 50% زياده، واثبتناه. هو عمل الكلام ده، خلي بالك، عمله في الرايت ارم والليفت ارم والليفت فوت. تعالى نركز على النقطة الأهم قبل ما ندخل بقى إزاي نسجل نورمال إي سي جي. الراجل ده قال أنا معظم الوصلات بتاعتي شمال، قلنا له ماشي، وقال إن اتجاه الكهرباء الأكسس داونورد أند تو ذا ليفت. أينتهوفن حط شرط أساسي في أي رسمة، لو الكهرباء بتتحرك ناحية الليفت تسجلها فوق البيز لاين. هو عمل خط منقط، لان ورقه رسم القلب ورقه فيها مربعات جراف، فقال لك اللي فوق الخط يبقى يعتبر تو ذا ليفت. طب واللي تحت الخط يا اينتهوفن؟ الكهرباء اترسمت او اتنقلت ناحيه اليمين عكس الاكسس بتاعي. طب تعالى نشوف، انا عايز اكبر رسم القلب عند الرايت ارم، يبقى بالتالي الاكسبلورينج الكترود او اللي عايز يكتشف الكهرباء عند الرايت، وده عكس الاكسس بتاعنا داونورد اند تو ذا ليفت. عشان كده اينتهوفن قال ان الكهرباء كلها اللي هتتسجل اي في ار مقلوبه، مقلوبه، ايوه طبيعيه ولكن مقلوبة. زي بالظبط لما تيجي تحط الكاميرا في مواجهة شخص هتجيب صورته معدولة، طب تحط الكاميرا في ظهره هتبقى مقلوبة. طيب تعالى بقى نشوف الفكرة بتاعتنا كده، احنا خلاص خلصنا ده. النورمال اي سي جي، نورمال اي سي جي عندنا مبني بتلات حاجات، ويفز وسيجمنتس وانترفلز. حبيت اجمعها لكم في هذا الشكل لان الفيديو ده هيكون فيديو وضع اسس نورمال اي سي جي. طيب الويفز عندي بي ويف، البي ويف بتعبر عن ايه؟ عن بدايه الكهرباء، اتريال دي بولاريزيشن. خلي بالك في معلومه مهمه، اس اي نود شخصيا ما بنسجلوش. طب ليه؟ اينتهوفن حط لنا الشرط التاني اللي هو لو هتسجل الكهرباء من سمول ماسل ماس، كتله عضليه صغيره، احنا اسفين، يا اما ما تتسجلش خالص يا تتسجل صغيره. يعني انا بحترم المكان اللي انا بسجل منه الماسل تيشو، عشان كده ما فيش حاجه اسمها اس اي نود دي بولاريزيشن، لا سميناها رايت اتريال دي بولاريزيشن او اتريال دي بولاريزيشن. خلي بالك ان البي ويف كده هي نصين، النص اللي طالع يمثل رايت اتريال دي بولاريزيشن، والنص اللي نازل هو ليفت اتريال دي بولاريزيشن. طب ليه يا دكتور الليفت اتريال دي بولاريزيشن النص اللي نازل من الموجه؟ لان اتجاه الكهرباء راح بالعرض من الرايت اتريوم الى ليفت اتريوم، وكلنا عارفين ان النورمال اكسس داون تو ذا ليفت مش ترانسفيرس. عشان كده النص التاني من البي ويف، ودي نقطه مهمه، لازم يترسم نيجاتيف بالنسبة للنص الأولاني.
ده كلام مهم قوي، ده البي ويف اتريال دي بولاريزيشن. طيب اسال سؤال، الكهرباء خلصت عند الاتريوم، عايزين نبعتها للفنتريكل، نبعتها عن طريق مين؟ تقول لي ايه في نود، لسه ما وصلناش الى الفنتريكل. طالما لسه ما وصلناش يبقى احنا هنسجل خط مستقيم، والخط المستقيم هنسميه بي ار، بص سيجمنت. خدها قاعدة النهاردة وانت بنجمع اي سي جي في البدايات، سيجمنت معناها خط مستقيم مش موجة. احنا لسه في الممر ما وصلناش للفنتركل بالظبط، بي ار سيجمنت. وهنقول ليه سموها ار ما سموهاش حاجة تانية. خلي بالك ان السيجمنت ده ايزو الكتريك لاين. يعني ايزو الكتريك؟ تعادل كهربي. لو حطينا تو الكترودز كل واحد في مكان وحاولنا نسجل الفرق مفيش فرق هيتسجل، مؤشر الجلفانومتر لن ينحرف معانا، مش هيتغير زي ما هو يبقى بالعرض. طب الكهرباء راحت للفنتركل، افتكر معايا اللي قلته في الفيديو اللي فات، the first part to be depolarized in the ventricle is septum. هتقول لي ايوه هذا الكلام قلناه، هو السبتم اول مكان عندي. طب نيجي بقى نسأل سؤال، الكهرباء بتمشي في السبتم ازاي؟ السبتم ده مش مجرد حاجة كده، لا ده سمك ليه شمال ويمين. كهرباء هتتحرك في السبتم من الشمال الى اليمين. ايه ده الى اليمين؟ ده اينتهوفن قال لنا اي حاجة ماشية تو ذا رايت ارسموها تحت البيز لاين. طب انا هرمز للسبتال دي بولاريزيشن بايه؟ حطيت لك السام اهو، كيو ويف، هرمز له بالرمز كيو. ده مهم جدا، خلي بالك ان البي بعدها كيو في الحروف الابجدية. طبعا طلبة سألونا سنين ليه اينتهوفن بدأ من نص الالفابيتكس، يعني ليه ما قالش A B C؟ ملهاش تفسير، هو اختارها ككده زي ما تقول مثلا سين وصاد اكس وواي في المزة ما، فقال لك كيو ده رمز للسبتال ديبولاريزيشن. طب انا عندي جزئية تانية مهمة، هو السبتم كمصل ماس اخباره ايه؟ كبير ولا صغير؟ تقول لي صغير، يبقى هيتسجل صغير. كيو ويف يدوبك مربع واحد صغير تحت البيز لاين. طيب السبتم بقى دي بولارايزد وبقى عندي اتنين باندلز رايت وليفت، وصلنا الى تو فنتريكلز ات ذا سيم تايم، اول مكان هيوصل له الكهرباء في الفنتريكل من تحت هو الايبكس، ايبكس والوول، فهنسجل ار ويف. خلي بالك الار هتبقى عاليه وفوق البيز لاين. طب ليه يا دكتور فوق البيز لاين؟ لان انت مسجل كومبايند فنتريكولر دي بولاريزيشن، انت مسجل رايت زائد ليفت، طبعا هيبقى فوق البيز لاين وكبيره لان المصل ماس كبيره. طب وبعد كده الكهرباء انتهت عند الوول اوف الليفت فنتركل، الرايت ارفع فالكهرباء ما بتبذلش مجهود كبير في اختراقه، لكن الليفت اضخم ثلاث مرات من الوول اوف ذا رايت، فالكهرباء هتاخد وقت طويل. بص تخيل ايدي دي، ده الوول اوف ذا ليفت فنتركل، فالكهرباء تمشي بوسترو بيزل، بص عند البيز من تحت على البوستيريور سيرفيس. طب هل يا ترى هتطلع لفوق عند الليفت اتريوم؟ لا. طب ليه؟ لان في اي في رينج قلناه، الاي في رينج يمنع ان الكهرباء ترجع، بالعكس يمنع الريتروجريد كوندكشن، ما ينفعش، فالكهرباء ترد لجوه. اتجاه السهم هيبقى لجوه
بيشاور ناحية الرايت فينتريكل. ايه ده؟ ده عكس اللي قاله اينتهوفن. يبقى تتسجل الويف لتحت ونقولها بالحروف الأبجدية بعد الار اس، يبقى الاس لتحت وتبقى أطول من نزلة الكيو ويف، وهسمي الاس ده ايه؟ بوستروبيزل ليفت فينتريكولار ديبولاريزيشن. بص الكيو ار اس كل واحد بيعبر عن حاجة، وفي النهاية هما كيو ار اس كومبلكس، دول مركب، لكن كل موجة لوحدها بتقول حاجة. طب قبل ما نيجي نكمل كلامنا، سؤال الطلبة، ليه اتسمت بي ار سيجمنت؟ ليه؟ اقول لك ان الار هو اقوى حاجة واقوى موجة في الكومبلكس، هو اعلى حاجة، والار ده يمثل ايبكس وول. طب طالب قال لي طب ما هو السبتم اول مكان دي بولارايزد في الفنتركل، بس السبتم كماسل ماس صغير. انا دايما اقول لك بشكل بسيط، انا دايما اذا عبرت عن الابعد ده معناه ان انا عديت على الاقرب. هتقول لي اه، يعني لما تقول لي انت فين دلوقتي يا دكتور، هقول لك انا في المكان الفلاني. المكان ده معناه ان وصولي اليه ان انا عديت على اللي قبله، ما هو صح؟ ما دام قلت ار يعني انت عديت على السبتم، منطقيا معروفه ضمنا دي، ثم نزلت للايبكس والوول اوف ذا فنتركل، فقالوا بي ار سيجمنت. ثم رسمنا بقى طبعا كيو ار اس كومبلكس. طيب ناقص ايه؟ فنتركل ري بولاريزيشن، مش هيتسجل على طول، هتلاقي في خط اسمه اس تي سيجمنت. ولو تلاحظ الجمال، موجه بي ويف وراها سيجمنت بي ار، كيو ار اس كومبلكس وراها سيجمنت اس تي، يعني موجه سيجمنت موجه سيجمنت، عشان كده الموضوع بيبقى سهل جدا. طيب الاس تي سيجمنت ده بيعبر عن ايه؟ ventricles depolarized at the same time. طالما الاوتر سيرفيس عليه نيجاتيف تشارج في الرايت فنتركل والليفت فنتركل، لما اجي هسجل مفيش فرق ما بينهم، عشان كده مش هيحصل ديفلكشن فيبان السيجمنت. طيب بعد كده نرجع نسجل ويف اللي هي تي ويف، ده رمز للفنتريكولار ري بولاريزيشن. والسؤال التقليدي، الفنتريكل ريبولارايزد ازاي يتسجل في نفس اتجاه الار اللي هو دي بولارايزد؟ هما الاثنين عكس بعض، ده سؤال كل الطلبه دايما. هقول لك تسجله ازاي كده. الفكره الدي والريبولارايزيشن عكس بعض في حاجتين، دايما نيجاتيف النيجاتيف يؤدي الى بوزيتيف، نفي النفي اثبات. لو احنا عكس بعض في حاجه واحده هيبان الفرق، بمعنى الدي بولاريزيشن نيجاتيف تشارج على الاوتر سيرفيس والري بولاريزيشن بوزيتيف تشارج على الاوتر سيرفيس. معنى الكلام ده احنا اختلفنا في الشحنات. حاجه ثانيه، اتجاه الكهرباء في الدي بولاريزيشن من الاندوكارديوم الى الايبيكارديوم من جوه لبره، اما الري بولاريزيشن بالعكس من بره لجوه. خلي بالك من نقطة مهمة، ري بولاريزيشن بيتسجل يعتمد على وجود البلاد فلو. كلنا عارفين ان الاندوكارديوم يتعرض لبريشر عالي في اليومين، فالفيسلز اللي تحت الاندوكارديوم بيتضغط عليها فبتتحرم مؤقتا من الدم، بعكس الايبيكارديوم اللي بره مفيش اي بريشر عليه، عشان كده العوده الريبولاريزيشن من بره لجوه. طالما اختلفنا في حاجتين تشارجز ودايركشن، نتسجل ات ذا سيم دايركشن
وده مهم جدا. عشان كده دايما في العملي نقول لك علق على التي ويف، تقول لي اد ذا سيم دايركشن ويز الار ويف، ده النورمال العادي بتاعنا. طب يا دكتور امتى التي ويف تتقلب؟ الكلام ده هنقوله في اي سي جي اريزميا سكند بارت، بس اقول لك الفكره ببساطه لو اختلفتم في حاجه واحده بس. طبعا احنا كده مختلفين في التشارجز طول الوقت، طب يبقى معنى كده ان الدايركشن واحد، الدي بولاريزيشن والري بولاريزيشن من جوه لبره، ده اللي هيحصل. طب معنى كده ان الايبيكارديوم اتاخر في الري بولاريزيشن يبقى بيتعرض لاسكيميا، وده كلامنا الفيديو التاني اريزميا ازاي التي ويف هتتقلب، الكلام ده مهم جدا. طب بعد ما التي ويف خلصت لازم وراها نتكلم على سيجمنت، مش احنا متفقين ان ويف سيجمنت ويف سيجمنت ويف سيجمنت؟ هتلاقي في سيجمنت اسمها تي بي سيجمنت. ايه تي بي دي؟ نهايه الفنتريكل ري بولاريزيشن وما قبل اتريال دي بولاريزيشن. خدها قاعده، سيجمنت معناها لا يوجد ويفز، مفيش موجه، خط وخلاص، ده معنى سيجمنت. طب دكتور الانترفلز دي معناها ان في ويفز متسجله؟ اقول لك اه، بي ار انترفل من اول البي حتى الكيو تمثل اتريو فنتريكولار كوندكشن. طب لو انا قلت كيو تي انترفل، طالب الشاطر يقول لي يعني شامله كيو ار اس زائد نهايه التي. طب ما هو الكيو ار اس هو فنتريكل دي بولاريزيشن والتي هو فنتريكل ري بولاريزيشن، لو جمعت الاثنين زائد بعض يبقى اكشن بوتنشال كامل. كلنا عارفين ان الهارت عشان يعمل كونتراكشن وده بدايه السيستول لابد ان يسبقه اكشن بوتنشال كامل. عشان كده الكيو تي ده رمز للالكتريك سيستول، خلي بالك الكلام ده بتتسال فيه. طب اذا ذكرنا السيستول عايزين نقول دايستول، طب ما هو شيء طبيعي، دايستول معناه من نهايه التي ويف الى ما قبل بدايه الكيو ويف. ليه؟ لان انت لما تقول لي ان القلب بيملى، انا كفنتركل بملى من مين؟ من الاتريوم، يبقى شيء طبيعي البي ويف داخله جوه الالكتريك دايستول. ما هو لما يحصل بي ويف يعني ده مؤشر للاتريال دي بولاريزيشن، ثم يكتمل الاكشن بوتنشال وتتنقل الكهرباء للفنتركل والفنتركل يعمل كونتراكشن، يعني كل الكلام ده داخل معايا. الكيو هو بدايه الفنتريكولار سيستول القادم، ده البدايه الالكتريك سيستول، يبقى لازم الى ما قبل بدايه الكيو، نهايه التي وقبل الكيو تي بي انترفال الكتريك دايستول. عايز اقول حاجه قبل ما اخلص هذا الجزء، في فرق ما بين اي في كوندكشن واي في نودال كوندكشن. شوف الفرق فين، اي في نود ده جزء من الطريق، الطريق بدايته اتريال دي بولاريزيشن ثم اي في نودال ثم يروح للسبتم، انا جزء من السكه. لكن لو قلت لي اي في كوندكشن وسكت ما قلتش نودل، انا فهمت من كلامك من البدايه حتى النهايه، يعني الاي في نودل جزء من الاي في كوندكشن، عشان كده نخلي بالنا واحنا بنقول الكلام ده. اي سي جي نوتس اللي ما بيتسجلش حاجتين، الاس اي نود والاتريال ري بولاريزيشن. اس انود ليه ما تسجلش؟ شرحناه. طب يا دكتور اتريال ري بولاريزيشن ما تسجلش ليه؟ لانه جه في نفس وقت تسجيل الفنتريكولار دي بولاريزيشن. وخلي بالك في القاعده اللي انا عايز اقولها، لو اتنين من الكهرباء
جم في وقت واحد انا ما بسجلش الاثنين، انا بسجل الاقوى. عشان كده بنقول ماسكت باي، كانه بيحجبها، وده مهم قوي، والكلام ده هيفيدنا ان شاء الله فيديو الاريزميا. هقول لك ليه انا سجلت ده ما سجلتش ده. طيب واتفقنا التي ويف في نفس اتجاه كيو ار اس وشرحناه. الويفز اتفقنا امتى بوزيتيف وامتى نيجاتيف. بوزيتيف لو دايركشن تو ذا ليفت، ونيجاتيف لو تو ذا رايت. حفظ ديوريشن هام جدا من كتابك. كل ويف، كل سيجمنت، كل انترفال لازم تحفظ النورمال. ليه؟ انت هتحسب الويف عملي كديوريشن عادي من البداية الى النهاية كام مربع، وهنضرب في 4 من 100، وكلنا عارفين من خلال فيديو النظري ليه نضرب في 4 من 100. تمام؟ هيطلع لك رقم. الرقم ده انا عايز اشوف طبيعي ولا لا، يبقى لازم اكون حافظ الرينج بتاعي. اثبات الاوجمنتد يونيبولر ليد 50%، طبعا اثبتته هنا واثبتته كمان في فيديو النظري. ادي اللي انا عايز اقوله. الاي في ار اللي انا عايز اكبر عنده هو الفولتج في الرايت ارم ماينس افريج الاثنين التانيين. بص وصلت ال والاف بمشترك واحد مش 3 نقط، ودخلتهم في جهاز الجلفانومتر. يعني انا بقارن النقطه دي بمتوسط الاخرين. هنضرب في 2 في كله، 2 اي في ار يساوي 2 في ار ماينس البراكت، ما انا ضربت في 2، 2 مع 2 لغوا بعض. طبعا انا عايز المعادله دي يبقى فقط فيها اي في ار بالنسبه للفي ار بالنسبه لنفسه. انا بكبر الرسمه بالنسبه لنا مش بالنسبه للليفت ارم والليفت فوت. عشان كده كيرشوف سكندلو قال ان الفي ار والفي ال والفي اف يساوي زيرو لو وصلناهم بدايره مغلقه. طب الفي ال مع الفي اف علاقتهم ايه بالفي ار؟ ودي الفي ار بالنيجاتيف الناحيه الثانيه، يبقى نيجاتيف في ار. هاجي في البراكت ده وعوض عليه بنيجاتيف في ار، يبقى 2 في ار ماينس، واحط في البراكت نيجاتيف في ار يبقى 3 في ار. يبقى الاثنين اي في ار 3 في ار. طب الاي في ار المكبر يساوي، اقسم على 2 هنا و2 هنا، 3 على 2 مره ونص. حبيت احطها برضو عشان لو انت ما عندكش وقت ترجع لفيديو النظري. طيب عايز اقول الملاحظات على الاي سي جي. الاتريوم اول مكان دي بولارايزد فيه هو الاندو، واخر مكان الايبي، ده زيه زي الفنتركل بالظبط. شوف الاختلاف ما بيننا في ايه، في الري بولارايزيشن. الاتريال اندوكارديوم لا يتعرض لضغط عالي اثناء السيستول. ليه يا دكتور؟ اتريوم مضخه ضعيفه. الاتريوم از فوليوم بامب نوت اكسبوزد تو هاي بريشر. عشان كده الاندوكارديوم بتاعه لا يتعرض لضغط يعمل له اسكيميا، بعكس الاندوكارديوم اوف ذا فنتركل. عشان كده تلاقي في الاتريوم، وحبيت اعملها في الجدول عشان نبروزها، دايما الاندو سباق في الدي بولاريزيشن والري بولاريزيشن بعكس الفنتركل. المعلومه دي هتفيدني جامد جدا فيما بعد. طبعا انا حطيتها في مستطيل بس اهميتها هنقولها الفيديو الجاي. لو انا عندي اكتوبيك فوكس في الاتريوم، ايه هو الاكتوبيك وايه اللي هيحصل؟ الكلام ده كله هنقوله فيما بعد. طيب اخر جزئيه في فيديو مقدمه الاي سي جي هو كاردياك اكسس. خلي بالك من حاجه مهمه هعملها زوم دلوقتي وبعد كده نرجع في كلامنا. لو جيت بصيت ده الاينتوفن تراينجل، كلمه اكسس المقصود بيها اتجاه، بدايه ونهايه، نقطه ونقطه، ونوصلهم بينهم من بعض. تمام.
فجي اينتوفن قال لنا انا عايز اختار النقطة الاولى. قلنا له ازاي؟ قال البداية مثلث متساوي الاضلاع equilateral triangle. وعلى فكرة انت تقدر تعملها في البيت، هات مسطرة واعمل مثلا 5 سنتي 5 5 equilateral زي ايام المدرسة. قلنا له بعدين قال هنيجي من منتصف كل سايد الميد بوينت واعمل perpendicular، وهنا perpendicular، وهنا perpendicular. يعني انا هعمل ثلاث عواميد يلتقوا في نقطة واحدة، واقول ان النقطة دي هي البداية. ماشي اينتوفن، احنا عاوزين النقطة التانية نجيبها منين؟ قال على اساس اتجاه الكهرباء في كل سايت. بمعنى بص معايا، ده ليد 1، شايف السهم الازرق؟ السهم الازرق عدى بعد العمود بتلاتة ملي متر، ودي كانت قاعدة اينتهوفن في الرسم. قال لك انا عايز بعد البربنديكولر ده اللي في المنتصف اقيس مسافة 3 ملي متر واحط راس السهم الارو وانزل عمود اهو، وهاجي هنا من عندي ليد 3 3 ملي متر من العمود ده وادي السهم وبرضو اعمل عمود اهو، وهكذا برضو من هنا ادي 3 ملي متر واعمل عمود. بص التلات عواميد اشتركوا مع بعض في النقطة التانية الصغيرة دي اللي هو اتجاه السهم الاحمر. يبقى دي البداية ودي النهاية، وقال هو ده الاكسس. وبالطريقة دي اينتهوفن قدر يحسب الاكسس، ده البداية ودي النهاية وده هذا الاتجاه. لكن الاكسس بتاعنا ليه زوايا مختلفة. بمعنى تخيل ان الهارت موجود هنا في السنتر ومال سنة شمال، ممكن يبقى الاكسس بتاعك كده، وممكن يبقى مكان صباعي لتحت، ممكن يبقى كده، وممكن يدخل ناحية الرايت شوية او ناحية الفوق ناحية الشمال شوية. يعني اينتهوفن قال لك هناك زوايا متعددة. تقول يعني ايه زوايا متعددة؟ لو جيت بصيت معايا ده الهوريزونتال اكسس، تخيل ان الاكسس بتاعك السهم الصغير الازرق يبقى عامل لي زاويه، او ناحيه الاحمر يبقى عامل لي زاويه، او ناحيه الازرق الصغير ده يبقى برضو عامل لي زاويه، زوايا مختلفه. اينتهوفن قال ان البدايه من نيجاتيف 30. قلنا له طب استنى، نيجاتيف المقصود بيها ايه؟ قال النيجاتيف لو اب وتو ذا ليفت. هتقول لي ايه ده يطلع لفوق وناحيه الليفت؟ دكتور ده ديفيشن. قال لنا لا، مسموح لك بانحراف بسيط لفوق والشمال، بس اقصى حاجه كام؟ شايف زاويه هنا 30 درجه، يعني تبقى هنا بس 30، بس اقول عليها نيجاتيف، هنا بوزيتيف، وكل ده بيبقى بوزيتيف عندنا. فهنا اينتهوفن قال طب نفترض بقى ان الانجل بتاعتي عدت ال 30، يعني بص مكان الماوس لفوق عدت اكتر من 30، 35 40 واب وتو ذا ليفت. نقول لا، ده ليفت اكسس ديفيشن. وهنا الليفت اكسس ديفيشن ليها اسباب فيسيولوجيكال، واحد طويل ورفيع، الاناتومي بتاع الهارت بيسمح بليفت اكسس طبيعي. خلي بالك ليفت اكسس ديفيشن عارف معناه ايه؟ معناه ان في مشكله في الوول اوف ذا فنتريكل، الوول بتاع الليفت فنتريكل ما تكهربش في نفس الوقت مع الرايت. الرايت دي بولارايز دي اولا، فاتجهت الكهرباء من الرايت الى الليفت، بس المره دي مش داون وورد، اب وورد. ده مهم قوي. يعني اجي اقول لك ايه مثلا، انا عندي ليفت فنتريكولار اكسترا سيستول، ضربه جت قبل ميعادها في الفنتريكل. طيب ما هو ده سبب باثولوجيكال، تتوقع رايت ولا ليفت؟ تقول لي جت قبل ميعادها، لا بس في نقطه الليفت هيودي للرايت يبقى ده رايت اكس. طب لو قلت لك العكس، رايت فنتريكولار اكتوبيك فوكس، يبقى دي بولاريزيشن بدا من الوول الرايت وراح للليفت. عشان كده الطالب الشاطر يقول لي
إذا الإكتوبك بدأ في الرايت يبقى ليفت أكسس ديفيشن، بدأ في الليفت يبقى رايت أكسس ديفيشن. طيب نفترض البند البرانش في بلوك، البند البرانش الحزمة اليمين يبقى الوول اوف رايت فنتركل اتأخر في الدي بولاريزيشن بتاعه، اتأخر، يبقى اللي سبقه هو الليفت، يبقى الاتجاه فروم ليفت تو رايت يبقى ده رايت اكسس ديفيشن. قاعدة بسيطة من واحنا طلبة، بند البرانش بلوك على ناحية معينة يبقى الاكسس هينتهي في الناحية دي، اكتوبك فوكس في مكان يبقى الاكسس هيروح الى الاتجاه العكسي. طبق الكلام ده رايت وطبقه ليفت، بس عايز اقول لك الرايت يبقى فين؟ لو ازيد من 100، يعني تخيل الزاوية دي 100 اهو، وده النورمال اكسس بتاعي، لو انا عديت ال 100 ده رايت اكسس ديفيشن، لو انا عديت ال 30 انا ليفت اكسس ديفيشن. في نهاية هذا الفيديو اتمنى نكون قدمنا ملخص بمايند مابس كويس عن الاي سي جي، اتكلمنا بالتفاصيل عن التريانجل وبداية الفكرة، عن البايبولر ليدز، يونيبولر ليدز، اوجمانتد يونيبولر ليدز، قواعد رسمة الاي سي جي مين نيجاتيف ومين بوزيتيف، وافتكر ويف سيجمنت ويف سيجمنت ويف سيجمنت، وفهمنا مين هما الانترفلز، اتكلمنا عن ملاحظات اتريوم وفنتركل، واتكلمنا عن الاكسس كنورمال اترسم ازاي وازاي يبقى ديفييتد سواء رايت او ليفت. الفيديو القادم ان شاء الله هنتكلم عن اي سي جي اريزميا بالتفاصيل. كان معاكم دكتور محمد فايز.